كده تاني مرة احنا بنعمل اسبوع لما ده بيروت بكايرو. اول اديشن كانت اللي نجاحها كتير كبير, وهلا احنا رح نكون عم نشاهد تاني اديشن كمان على مدة 5 ايام ابتداء من اليوم لغاية نهار الجمعة. رح يكون عنا مجموعة من المصممين, منهم اللبنانية ومنهم المصريين كمان, ورح يكون عنا الكومبيتيشن لأفضل مصمم شاب اللي هي الكايرو يونغ فاشن ديزاينرز كومبيتيشن. إنه كنا شايفين إنه ممكن ننشط السياحة في مصر بطريقة تانية, لأن الأحداث اللي بتحصل دي بيبقى صعب قوي إنك تجر السياح تاني على المدن السياحية. فلا أحمد لا, إنه دايما في الفاشن ويك في أي حتة في العالم بيبقى فيها لوت اوف اكتيفيتيز, وانه الناس بتبقى في شغل كتير قوي, الاوتيلات, الطيران, الكلوبز, المطاعم. فحاسه انه لو عملنا كده في مصر يمكن نعرف نشد السياحه تاني, ويبقى ده الفاشن ويك اللي كل الناس بتجيله من الميدل ايست او من اللي حوالينا يجوا ينشطوا السياحه. الكولكشن هي اسمها اسكيب, هي عباره عن 3 بنات حبوا يعملوا رود تريب, واخدين بالشنط معهم كل شيء فيه غراض ممكن يستعملوها, من فساتين طويله, فساتين قصيره, جاكيتات, بانتس, كمان بانه اخذين كل شيء بدهم ياخذوا من كل الفابريك, يعني في مستين, في اورجانزا, في مشيت جديده مثل الريزي, في دانتيل اكيد. الالوان بتتراوح بين الابيض, الاسود والجولد, في عنا اكيد زهر, عنا اخضر. دونك كولكشن غنيه كثير وبتحس فيها فريدم.